تحت شعار حلي باش تولي. رجعنا لكم اليوم بحاجه بنينه واحلى، وتجيب الفارينه بيستاش زبده، فارينه زبده بيستاش، سهل جاتو غيس بيستاش. ها نشوفوا مع بعض. ماناش ماشيين الروسي هاو لهنا في الكوليس دو كارفور طبعا. فما جاتو ريوس بيستاش، نو فوالا في الغيون نتاع الجاتو والحلو اللي هو غيون جديد، احسن جاتو واحسن الوان في وسطو. اما اليوم بريسيزيمون باش نشوفو الجاتو ريوس بيستاش كيفاش يتخدم وشكون يعمل فيه. توت سويت. مرحبا بكم، احنا توا قدام لابو وين يحضر الرويس بيستاش الجاتو لبنين، واللي باش يعطينا سر البنه نتاعو الشيف عماد. مرحبا شيف. مرحبا محمد. سر البنه في البيستاش هو روسيت متكون من بيستاش من عظم من فارينه من سكر، يتحطوا في الماكينه بعد تعمل التخليطه نتاعو، صب تروا جينواز تحطهم في الكوشه معاهم 180 دوغري سخانه باه، تخليهم وتمشي تحضر الكريم بيستاش نتاعك. الكريم بيستاج تتكون من بيستاج، من كريم وبور، من زبدة، ومن كريم باتسير. تحطهم يدوروا، بعد ما يدوروا خرج البسكوي نتاعك بعطون. تعمل المونتاج نتاعك، الفرشة الأولانية بيستاج بسكوي، فرشة الثانية كريم بيستاج، حتى توصل كات كوش. تحطهم في الكونجيلاتور ساعتين، بعد تجبدهم وتقص وتخرج للريان. تاكل بالشفاء. فما فورمات صغار وفما فما الجاتو الكبير. الجاتو الكبير. هذه العملية تصير كل يوم ولا؟ هذه العملية تصير كل يوم وساعات نهار بعد نهار. والسلعة كي تخرج؟ تخرج الكل. سيرتو ريس بيستاش. ملا أنا اللي نبيع فيها، قدم لك روحي. مرحبا بك. يعيشك يا سيدي. عطيه ريس بيستاش. وماكش باش تندم خويا وباش ترجع تاخذ واحدة أخرى إن شاء الله. حلقة اليوم وفات، تابعونا في زيارتنا الجاية نتاع كارفور. تشاو.